لك نمشيو للاقتراح الثالث اللي هي الصفه مالحه. الثالث والاخير اللي هي الصفه مالحه بالخضر اللي شو غادي ندير معاك المقادير والطريقه باش ما تعطلوش. يلا تفضل. فواحد المقله تكون كبيره ولا قويميله طنجره غندير كاس ديال زيت العود وغادي نضيف ليه جوج بصلات كبار مشلضين ونخليه شويه حتى تطيح لينا هذيك البصيله. نضيف لها وحده ثلاثه الحبات ديال الفلفله وحده حمراء وصفراء وخضراء حتى هما مقطعين مربعات صغيره ونديروهم وطيح لينا حتى هما مع هذيك البصيله. نوليو نضيفو جوج خيزوات كبار محكوكين جوج قرعات كبار محكوكين وطيح لينا شويه مع هاد المكونات. نضيفو 500 غرام ديال الصدر ديال الدجاج او لا لادنت مقطع طريفات حتى هو مربعات صغيره ونخليه غير دخل فيه العطريه ونضيفو القزبر والمعدنوس والعطريه. غادي نضيفو الملحه البزار سكينجبير الخرقوم واحد جوج دروسه ديال الثومه محكوكين معلقه كبيره عامره ديال العطريه ديال السمك واحد دانه ديال دانتي ديال السمك بنكهه السمك. وغادي نضيف واحد ثلاثه معالق كبار ديال صلصه الصوجة جوج معالق كبار ديال التحميره ومعلقه كبيره ديال مطيشه الحك. هاد المكونات كلها غادي نغطي الطنجره ما نضيف لها ما لا والو هي غتطلق لينا هذيك المريقه ديال هذوك الخضر ونخليها حتى تعقر لينا يعني كتبقى غير ديك الزويته. من بعد نحيدوها من البوطه ونضيفوا ليها جوج علاف ديال الطون بالزيت. ايه واخا صافي. وغادي نخليوها على جنب. السفه كاع السيدات كيعرفوا كيفاش يعني كيفاش يفوروها. انا كندير في هاد السفه بالضبط درت الطريقه ديالي ديالنا التقليديه يعني درت السفه درت فيها شويه ديال الملح كاس ديال الزيت وخليتها فارت المره الاولى واحد نص ساعه يعني تتبان لينا السفه راه شوكات. نحيدوها كنبدا نسقيها بشويه ديال الماء غير من الروبيني ونخليها تنشف ونعاود نولي ندير الفوره. هاد العمليه كنديرها خمسه د المرات. هي التفويره العاديه واخا التفويره العاديه. من بعد ما كتفور لينا هذيك السفه كندير التفويره الاخرى صافي كنحيدها كندير فيها واحد جوج معالق ديال الزبده الزبده تكون مزيانه كندوبها فيها. وهذيك الحشوه اللي درت كناخذ منها تقريبا اكثر من النص وكنخلطوا معاها. اييه وكنعزل واحد الطريفات ديال الصدر كندوق بهم. اييه فعلا ديال لادان. المهم كنخلط معاها هذيك الحشوه فكتولي عندنا كلها اللون ديالها اللون الحشوه. كنقدمها نديرها في الطبق ديالنا ديال التقديم. انا عزيز عليا السفه نقدمها بالتقديم التقليدي ديال البلدي وكنزينها بهذوك المربعات ديال لادانت وكنقدمها بشويه ديال الصلصه اللي كنكون خليتها كنحطها في الجناب ديالها. اييه وكنقدموها بالصحه والراحه. يعطيك الصحه ونتمنى الوصفات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم اكيد والرضا ديالكم. ونهار كبير هذا اللي تواصلت معك فيه اختي سناء. الله يبارك فيك ليك والسميحه والطاقم النيد غاديو كامل. الله يبارك فيك الله يعطيك الخير وشكرا لك بزاف.